السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم متابعينا. قبل أن أبدأ من فضلك اشترك في القناة بالضغط على زر الاشتراك أسفل الفيديو، ومن فضلكم تفعيل زر الجرس حتى يصلك كل جديد وحصري من قناتنا. نقدم لكم أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الأربعاء 15 يوليو 2020. تابع معنا الفيديو للنهاية. سعر الدولار في بنك بلوم مصر 15 جنيه و94 قرش. سعر الدولار في بنك مصر والبنك الأهلي المصري وبنك عودة وبنك سيب والبنك الأهلي الكويتي وبنك ريد أغريكول 15 جنيه و92 قرش. سعر الدولار في البنك المصري الخليجي والبنك الأهلي اليوناني بمصر وبنك التعمير والإسكان 15 جنيه و91 قرش. سعر الدولار في بنك مصر إيران للتنمية والمصرف المتحد والبنك العربي الأفريقي الدولي 15 جنيه و90 قرش. سعر الدولار في البنك المركزي المصري وبنك قناة السويس والبنك التجاري الدولي CIB وبنك الإسكندرية 15 جنيه و89 قرش. سعر الدولار في السوق السوداء 16 جنيه و70 قرش للشراء و 16 جنيه و80 قرش للبيع. بالنسبة لأسعار العملات الأجنبية والعربية، سعر اليورو 18 جنيه و4 قروش، سعر الجنيه الاسترليني 19 جنيه و95 قرش، سعر الدينار الكويتي 49 جنيه و32 قرش، سعر الريال السعودي 4 جنيه و15 قرش، سعر الدينار الأردني 22 جنيه و14 قرش، سعر الدينار البحريني 41 جنيه و15 قرش، سعر الريال القطري 4 جنيه و18 قرش، سعر الريال العماني 40 جنيه و40 قرش، سعر الدرهم الإماراتي 4 جنيه و31 قرش. في النهاية بشكركم لحسن المتابعة. لو عجبك الفيديو دوس لايك، وما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس حتى يصلك كل جديد وحصري من قناتنا. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.